في سورة الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله نحرسته ولكن إبراهيم مغل نحرست جنان إلهي وقبر يينا وحلينا هاي. اللهم اغفر له وارحمه واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بنان طارق تعصي ودريا إهلا دي يا قرابي كوكيري إبراهيم مغلور يا داود دمامبا تدوينا قوة كورا قوة يسومين لامبا لما أنتو تعصوا حقا تعصينا جيدا حنترى يكو تبيد إبراهيم مغل إستغرى وحلين إلها ونحرسته كندي في دوسي لك ورامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيدي تنتهي عرفوا عن الله أن دلكنا ميسان على السكولة أن كل نفس دقيقة الموت أن وقت جيد لو تقول قفل بو دقاقة يعني نفنا واري ما يسو مركا إلا حكري جينا سنة بها جنة السيو أن انتي كهدينا إلا يستبيلي بانك السيو أن إن شاء الله تعالى غيب بور مدى مانتو يلوح لنا هاي يو أمود الحرس مالنا بنا ميسان عرس بنا قبحي استغنا إلهي الحجرات إنغنا إلهي نوغو بدلو أتكرب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن لله وإنا إليه راجعون. مرحبا إبراهيم لما الآن كنا قالوها أنه واختيار هذا بيع مشري وهانا بيع مشري وشقيدي أصبرني شخصية وناكسن وطبيعة لها محاها تذكر لغولا ربك وناكسن بوها من ذكره ماير بقالك صوم الله بوها حاول بدنا نتبع ليه قبته بوها الله من حيث آمين عرورتي حتى جي طويسكين إلى سمري أنا قصي ما قال هذا وكب حين إلى هاي سمري أنا هاي نقصي ما أنت بنا واحد لنا هاي بدل خير قبل الله ينص وفي هالكيس لما واريا وراح كان هذا لنا هاي ورفع عنك حتى جي تحسب عن بين نبدي إلى هاي سينو سوق البنى يسكن هو أقبله آمين إلا أنا محاها حسنات إلا قصي صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحيم اللهم صل على محمد إنا لله وإنا إليه راجعون نقول لبعض دمنا يا إبراهيم مكان وهو شخصية ضاها وذي دي بور ما شرفتها وين كلها سيدا إنتا كان نقارننا محاك وريعي آدي آد احترام جري ومدى بلادن كا نكي وحا سيرا بور ما دي بسو نولي إجيدي إجي بيري هم بدي دي جاري مركي بلي لقضا دقال الله دي سوكي يكدعين إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر لنا ربه ودمن وحن هيلدي وكتكي وبتكسي ومد قبر حكم نور يسوع والد وقوي دبا كتعسين إن إنسان ريا إلى مال الله كسيه كسكنا وحن ود عين إن أنا حريستي جمع إلى الله كورابيه كل النفس ضيقة الموت وحن ما أنت هلك نشوفنا آسكي مرحوم إبراهيم مغل أورن هانتي أها أذي وين أو كوين دمام با سومالي مين جوكتو سومالي لان قبلة أود ليسل أذي وين أو مانت نجاب بحي أيوة ها إبراهيم مجن الله نحرسته وحسوم مري حلال باي والله جو جوستي إن تيارة كهذا ما أنت موقتا، نكى دم قبته وها آخر شيء كوبحية، هاي أوضي إذا تكلية ما مالي هم يدك ثقنا، أوضي وها هلا ذيكا، وهذا لذك أو قوان كيس قاتا إن عندنا وتشوجن، أو قوان لذك وها، ومرك قال كود قوان كيس هذاك، ده قوي ورين تلين وو وو وان، لكن ما أنت واحد كذا كرتا، ومادة سوقي تمد أس كيسة. أنت إلّا إذا كنت كرّك تاني ويهينن أهل الجنة
مرحومكو وضيدي وسوى هالقميص ومالان شراركي نوضينتا كسوى قيب قليبو هاد دور الحلقة غاتي ما انتن وحنو جونا اسكيسي وحنو تعسينا لمان بس ومالان ملكو سوى يتشوكتو قال هان قولد عود ليسنا وحكولون تعسينا نا بويسكي يا غرابدي بكتاكي وانو لنا السمرية ايمان الهي نغسيو استغنا نحريستي تنو اكو رابيو نبي سي محمد ها الله حريريو الدون وهو ها دد باي كبد بعدين او غان فورن او هذا الفرن ايو هاي الهي تنادي اكو رابيو انغنا سبري من هاي نغسيو واه لي قفكا دنتا علامه اهل الجنه لو غرتو حكمه امه هذا الكومه ما ددكا الغا جوغدن ني ولبو هذا هي وراغيسي يا وهو ها ما تنوي نغ هوسيا سمري ما لا إله إلا نغسيو سغرنا نحريس تجناك ورابيو نبي محمد الله حريريو إنا لله وإنا إليه راجعون الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنتها محا يعني قاسك سلجوغا محايد راين مغان وها متكركي كوبل كاوضل سياد ياشي قصو غيبقات مامو الكيدة سو ميرها كها أها نكي ماركت وانتي وهم إذا مقصدا سيره يبور مسوع لي وعانن ماركت إسلام ما ده دكون أحسن تتكون حرستا وبها أولي هاي انتي وبل سكوي ما دو ماركت أما حلقة عنو هذه جراد تكون مساكين تينا هاي وحكمنا عن لحيت هاي لنا هذه عاد دور صومبوها أو ماركتي عن هاد الحين ما أنتنا ده وقت يسي أي ميد وحن وجود بيننا هاي هدي هلدي كويسكي وكجوريو ده إلى هاي نصبري ما كسيو إذا كنا نحرس تجنا ده على هاي كورا بيو إن الله وإنا إليه راجعون الله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون إن هل كان مانتا وحال كسو قيب قلني آسك مرحون إبراهيم مغا نور و إمي ككمده وذياش ووين محترف كا قبل كأوضل هورينو هاين شري مير كي مغالي دا بورم هنگا مدامنا يحبيه دولة دهوسة ملبو نقيا لا ومير كي هورين مغالي دا هذا كيسي وناك سناء أولن ولي وكسي مبضا حفيسي دا ولي الديقان كو كسي مبضا هيابا انكو حسوسان انو حكم دا سيريهي وينا مغالي دا او مارتا وقتي قو مير كاها وقعان تكو قبطي او مانتا سيران وان انقونا ماركتا هنتي مانتا او اح دقمدا قروح او اح بير او اح وحيابا انكو حسوسان دو انو من ماركتا ابراهيم مغان ووقتي قو حلك كاهيين ماشا هنانكي مامولوناكي iyo odayni madii uu ku soo waday waa wax xal ah oo maanta dawladda hoose ka muuqda wax badan laga daydo runtii bismillaahir rahmaanir rahiim ibraahim magan hadiisana ilaahay qoraaliyo waxaan la odayni wayn buu haa shir boorab qiimo kule waxaan ilaahay uga barinaa inuu ilaahay naxariistiisana uu qoraaliyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tageen inuu ilaahay samri iyo qasiyo gaar ahaan arurtiisii waxaan ilaahay ku qabrayna inuu ilaahay naxariistiisana uu qoraaliyo تمام بقى ومدى في سومال لان كارهان تكون على الكفر دعوه ليسل خاسان دك مدى بورما يقويس كي او قبحي إراه الماك النور وحان إياه قبر إياه ساقنا إلهي شنو دي كورا بيو إياقنا إلهي سنة عدمان فبين أكسن مجال نقصيو وأيو إن تاريخ روها حبضا بموتا كوكو سوا قبسي موناك شعبها وحمانتنا نعبها وحياليها وخبتي كلا تكون دي تيم مقضى وبيك على طابع كرايوها وكمتاي تاس سيرها بالغسيق بيريها وكأبول انتها وكتبتها 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 شيء مطاي يا دول شرف له ونظام له دحيث ويمك رايهين دين هو رمركا ايو وناك الشعر بوها إلى أي جنة ذاكو رابيو اللهم حرستو إبراهيم مغان وعها وضياشي وقيمة عبدنا deegaankan oo gobolka awdal allah uu naxariiste ninka kaliya ahna ninka kaliya wax taariikh ah ka tageen ah oo saarihii ay dadku markii hore bil qaysteen kaliyii noqday ninkii kaliya maamulka soo maray wax ka qabtay wax taariikh ah dadku maanta ayo oo la daawan karana ka tagay allah uu naxariisto ayaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
waxaan markii hore taasi u dirayaa eheladii iyo qoyskii uu ka baxay Ibraahim Maganuur iyo saaxiibadii iyo dhammaan odayadii ay saaxiibka ahaayeen meesh ugadaha ahaayeen kullu nafsu daa'iqatul mawt ayuu ilaahay naf kasta oo adduunkan joogtay way dhadhamanaysaa mawtka isaga maanta ayay noqotay maalintiisii hadday maalintiisii noqotayna waxa weeyaan maalin fiican ayuu dhintay oo sii la arki jiray ama astaamaha ay sheegtay diintu ay ka muuqdaan roobkii ilaahay da'ayo tolkii oo aan u kala hadhinina si wanaagsan aaskiisa uga soo daggalay ilaahay naxariista jannaha siiyo inaga ilaahay sabriya iimaan inaga siiyo meeshii uu ka baxayna wax khayr leh allah imiisa gasho inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun maanta waxa aynu halkan u joognaa ee ummaddan aad loogu soo ururay waxa weeye Ibraahim Maganuur oo xaqii maanta u yimiday Ibraahim Maganuur oo xaqii u yimiday oo ahaa odayaasha waayeelka ah marna meeyarka magaalada ahaa ilaa qoradii gubernimadoonkii ilaa SWS shiira gubernimadoonkii Soomaaliland baa labada horeysay oo Soomaaliya dambaysay gubernimadoonkii ilaa uu barre ka soo aasaasay ayuu ka mid ahaa nin runta sheegu ahaa oday xeer beegti u ahaa nin diinta iyo cibaadada ku wanaagsan buu ahaa nin caadilu ahaayo intuu meeyarka meesha ka ahaa nin caadila oo faylashii iyo jagooyinkii musuqay iyo dariiqadii xereeyey ayuu ahaa oo run sheega oo wanaagsan oo aanad ka haysa goorin oo kaftar bidhana ayuu ahaa ilaahay isaga dhexdiisa jannaha siiyo inagana sabriyay Ibraahim Magan waxaan uga tacsiinaa caruurtiisii iyo ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo gobolkan awdal degmada Boorama iyo guud ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliyaba Ibraahim wuxuu ahaa nin weyn buu ahaa nin magacla buu ahaa nin qaaliya buu ahaa meeyarkii magaaladu mar ahaa duqaydii buu ahaa duqaydii horumarinta gobolka shaqayn jirtay buu ahaa Ibraahim aad iyo aad buu ugu xadhanaan doonaa taariikhda Soomaaliland gaar ahaan gobolkan awdal run ahaantiina waxa markhaati kacaya aaska sida looga soo qayb galay oon idin ka maqlay maanta gobolkan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland.